ناس كتير بتسال ان هم مش بيش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب. حابب بس ان انا انوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي ليست في لكل صف. لكل صف بيكون لهم بلاي ليست كامله بينزل عليها فيديوهات الترم كامله وبالترتيب. كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناه وبعد كده هتلاقي هنا في حاجه اسمها بلاي ليست او قوائم التشغيل. هتقعد بقى تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتابعه وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازلة بالترتيب وما تنساش ان انت دعمنا باللايك ولو انت لسه اول مرة تتفرج علينا ياريت تشترك في القناة هنا اول سؤال بيجي يقولك area of the program هيكون equals ما حدش يستعجل يقولك هاف لا هتكون base ما تغلق الايه ال height area of the program equals the base times ال height area of rhombus whose side length 2.4 cm and its height 2 cm equal احنا عارفين طبعا ان الاري اوف رومبوس زيه بالظبط زي البريوجرام على فكره. اري اوف رومبوس بيكون ايكوال سايد لينس تايمز هايت في البريوجرام في الـ احنا ممكن نشيل السايد لينس دي ونحط مكانها البيس تايمز الهايت الاثنين واحد اصلا. فعشان كده بقول هنا 2.4 ملتبلاي الهايت اللي هو 2 على فكره انا زي ما قلت لك الاثنين واحد الاثنين دول زي بعض. 2.4 ملتبلاي 2 2 × 4 إكوالز 8 الديسمال بوينت يعمل لها اوت بوت 2 × 2 إكوالز 4 هيكون عندك هنا 4.8 هنا بيقول لك ويتش إكسبريشن represents ذا اريا اوف ذا drawn triangle؟ اللي بتعبر هنا عن الاريا اوف ذا drawn triangle في المسألة دي هقول لك على حركة حلوة قوي تعملها أنت ممكن تقعد تبص في اللي تشوز تقعد تبص في اللي تشوز وتتلخبط هقول لك على حركة حلوة طبعا انت عارف ان الايريا اوف ذا ترينجل ايكوالز الهاف ملتبلاي البيس ملتبلاي الهايت اه وانا قلت لك قبل كده عشان تطلع البيس وعشان تطلع الهايت والمساله تكون معاك كويسه اول حاجه تعملها تبص على السكوير كورنر ده البيس وده الهايت يبقى انا اقول له هنا الهاف ملتبلاي ال4 ملتبلاي 3 وفي سكوير كورنر تاني برضو اللي هو الهاف ملتبلاي برضو ال5 ملتبلاي 2.4 ال5 ملتبلاي 2.4 اختار بقى با... هتلاقي واحده منهم موجوده عندك في الشو. مش هيجيب لك الاثنين طبعا دي هاف 3 لا دي غلط هاف 2.4 ملتبلاي ال5 هنا بيقول 4 لا برضو غلط هاف ملتبلاي 3 ملتبلاي 4 هتكون ديت موجوده هنا اهيت ودي لا مستر دي 4 باي 3 ما هي هي يا حبيبي هي هي وبس فانت علشان ايه ما تغلطش هتقول يا مستر لا ده انا شاطر ده انا ممكن اعملها كده بايه بعنايه اقول لك لا غلط لازم انت ايه تكون هادي كده وانت بتحل طب هنا بيقول لك ذا اريا اوف ذا درون ترابيزيوم ايكوالز عشان نحل المساله ديت زي ما قلت لك قبل كده بنشوف البيز دوت هنا 1 2 3 والبيز دوت 1 2 3 4 5 6 بعد كده هنجيب السم بتاعتهم يعني 3 بلس 6 ايكوالز 9

ملتبلاي الـ height وات. 1، 2، 3. هتلاق لك هنا 3 plus 6. 3 plus 6 equals 9. 9 over 2 4.5. ملتبلاي 3. 4.5 is 3. 3 ملتبلاي 5 15. 5 carry up 1. 3 by 4 12 plus 1 هيكون equal 13. with this one point behind one digits at 13.5 هنا بيجي يقول لك هنا the area of the drawn triangle as an area of the triangle هنا هنشد نجيب ال area of the triangle have multiply the base multiply the height يبقى have فين البيس ابص على السكوير corner ده البيس وده ال height 6 multiply 4 have 6 by 3 3 باي 4 equals 12 هيكون الانسر هنا 12 طيب هنا بيقولك ذا اريا اوف ذا بيروجرام الاريا اوف ذا بيروجرام برضه انت عارف ان انا عايزك تعود نفسك انك تكتب القانون لان كتابتك للفورمولز والرولز هتثبتها في دماغك البيس ملتيبل باي الهايت وانت عشان تطلع البيس ملتيبل باي الهايت اه بص على السكوير كورنر بص على السكوير كورنر ده البيس وده الهايت ده البيس وده الهايت يبقى 3 مولبلاي 4 هيكون ايكوالز 12 طب جايب لي يا مستر عشان يلخبطك يا باشا عشان انتم ما قايل 3 باي 5 ايكوالز ال 15 والكلام ده يبقى إيه 3 باي 4 هيكون ايكوالز 12 هنا طيب في السؤال ده بيجي يقول لك هنا ايه؟ which of the following expressions does represent the area of the colored trapezium colored trapezium ركز كون احنا احنا قلنا قبل كده مساله زي ديت المفروض نجيب الاريا بتاعت البريوجرام ده كله على بعضه اريا اوف ذا بريوجرام ده كله على بعضه وبعد كده نجيب الاريا اوف ذا ترينجل وبعد كده بنعملهم. سبتراكت انت لو ملاحظ وعايل دماغك شغاله شويه تكنسل دي وتكنسل دي ليه؟ علشان قلت لك هيكون في ماينس هيكون هنا في ماينس مش بلس يبقى انت كده اختزلت الاجابه بتاعتك في سي والدي ده انت لو ناوي تهبد يبقى ايه نسبه الهبد تكون اعلى شويه بالراحه خالص كده which of the following expression does represent the area of the colored trapezium احنا هنجيب الاريا بتاعه الايه البروجرام ده كله على بعضه اللي هو بيكون ايكوالز الايه area of the program of the program بيكون ايكوالز البيس تايمز الهايت البيس 1 2 3 4 5 6 7 7 ملتبلاي الهايت فين الهايت مش موجود ارسمه ارسمه اه ارسمه اهوت ده الهايت عد كده السكويرز بتاعته 1 2 3 4 7 ملتبلاي ال 4 ايكوالز 28 او بلاش تطلع احنا عايز بس الفورمولا اللي انت هتمشي عليها طب عايزين بقى نطلع الاريا بتاعت مين؟ الترينجل اريا اوف ذا ترينجل اريا اوف ذا تراينجل <applause> هي طلعت اصلا هي واضحه خالص هاد ملتبلاي البيس البيس اهوت 1 2 3 ملتبلاي الهايت الهايت اهوت برضو رسمناها تطلع بكام ب4 اهي سيف ملتبلاي فور ماينس الهاب مست. معلش يا مستر ممكن تقولها تاني حاضر اقولها لك تاني يبقى هنا فكره المساله يجي يقول لك انا عايز الاريا اوف ذا تربزيوم عايزك عايزك هو بيجبرك على طريقه معينه اللي هي طرق. طريقه السبتراكتنج دي فهنجيب الاريا بتاعت الايه البروجرام area of the triangle why كده نعمل subtract طيب area of the program. طبعا قلنا نستبعد ده ونستبعد ده لان المفروض يكون في subtract ماينس يعني area of the parallelogram area of the parallelogram base times the height فين البيس 1 2 3 4 5 6 7 multiply the height مش موجود ارسمه 1 2 3 اجيب اريا اوف ذا تراينجل اريا اوف ذا تراينجل هاف ملتبلاي بلاي البيس 1 2 3 ملتي بلاي الهايت الهايت لسه رسمناه عوض ب 4 وفي الاخر بنعمل سبتراكت هي 7 ملتبلاي بلاي 4 ماينس هاف ملتبلاي بلاي 3 ملتي بلاي ال 4 تمام طب نعيدها تاني بقى ماشي بصوا يا شباب If the ratio between the area of equilateral triangular base and the area of the rectangular face, rectangular face in a triangular prism, يبقى ال ratio هنا هتكون بين مين ومين. قال لك ال area of the equilateral triangular base ما بين ال base to and the area of rectangular face. احنا عارفين طبعا إن ال base بيكون على شكل rectangle، أه على شكل triangle. والفيس طبعا على شكل ريكتانجل قال لك ان الريشيو ما بينهم هيكون 2 تو 3 وبيقول لنا ذا اريا اوف وان تراينجولار فيس مش علشان كتب الفيس نقوم حاطين هنا النمبر بتاعته ب 12 هنا تحت الفيس لانه قال لنا تراينجولار وبصراحه حاجه حته توقع بامانه يعني تراينجولار طبعا احنا عارفين بيس على شكل ايه تراينجل هتقول لي مستر بس هنا بيقول لي فيس uh, ماشي ما هو البيس هو هو الفيس على فكره البيس هو الفيس وقلنا المعلومه دي قبل كده كتير ما دام قال لي ترانجولر يبقى 12 دي تحت الايه؟ تحت الايه؟ ترانجول نجيب بقى الاريا بتاعت الايه ال1 فيس انا اجيبها ازاي؟ 2 مولبلاي وات ايكوالز 12 هتكون 2 مولبلاي 6 وهنا برضه 3 دي برضه نعملها نمولبلاي 6 يطلع لك هنا ايه؟ بـ 80 فاين الانسر هنا يكون بكام؟ بـ 80 طبعا انت عارف ان ترانجولر بريزم بيكون من ايه؟ من 2 ترانجول و 3 ريكتانجول Two triangle with three rectangle. Yana only two multiply a triangle. We have twelve with three multiply a rectangle. We equal the cam BET. We twenty four with three multiply eighteen, 18 fifty four. Four plus four equals eight. Five plus two equal seven. Balancer Hena equal became seventy eight. If, if the two dimensions of the program are seven centimeters and four centimeters. 7 cm and the 4 cm its a smaller height is 6 cm in its area ممكن انت ترسم ده البيروجرام وقلنا قبل كده ان ده 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 البيس ده ده كان اسمه جريتر جريتر بيس وده السمولر بيس والهايت ده ده بيكون هنا السمولر هايت وده بيكون الجريتر هايت ده بيكون الجريتر ايه هايت طب تعالى كده نشوف قال لك الدايمنشن 7 و4 هنحط من هنا بقى ده 7 عشان هنا الجريتر وهنا ال4 اند اتس سمولر هايت سمولر هايت هنا اهوت ب6 يجي يقول لك انا عايز الاريا الاريا هتاخد البيس ده مع الهايت ده لان يعني كل بيس له هايت مش اي بيس واي هايت هقول له 7 ملتبلاي 6 هيكون ايكوالز 42 42 ممكن لها طريقه ثانيه بالمنتال كده بس انا مش حابب اقولها لك عشان ما, ما تغلطكش في الامتحان. If the area of the rhombus is 24 meters square and its height 4 meter then its a side lens انت عشان تجيب السايد لينس بتاعت الرومبوس احنا عارفين طبعا ان الاريا اوف ذا رومبوس بيكون ايكوالز زي لسه قايلينهم من شويه زي البروجرام side لينس تايمز الايه؟ الهايت ممكن لها قر... ممكن لها طريقتين الطريقه الاولى ان واحد بيكتب الرول قدامه وبعد كده يعمل سبستيوشن ازاي يوم قايل لك ان الاري هنا ب 24 يحط هنا 24 وايكوال وبعد كده السايد لينس هو عايز اصلا السايد لينز ملتبلاي الهايت الهايت هنا بكام ب 4 طلع انت بقى 4 تايمز فولت ايكوالز 24 4 باي ايكوالز 24 هيكون 4 ملتبلاي 6 في طريقه ثانيه ان انا علشان اجيب السايد لينز اقول له هنا ان الاريا ديفايد الايه؟ الهايت الاريا ديفايد الهايت هتقول لي يا مستر دي احلى ما دي بقى احلى علشان لما يجيب لك ديسيمال عشان لما يجيب لك ديسيمال ما تغلطش انت بقى دي معاك ودي معاك اريا اوف ذا اوبزيت ترابيزيوم احنا نرجع تاني للاريا بتاعت الترابيزيوم نعمل ايه؟ قلنا قبل كده هنجيب 2 بارل بيسز دوت اللي هو دوت بلس ده ونعمله ديفايد 2 ملتبلاي اللي هو دوت يبقى 4 بلس 7 ايكوالز 11 اوفر 2 ملتبلاي ملتبلاي ال 3 ايه يبقى يكون عندك 11 ديفايد 2 هيكون 5.5 ملتبلاي 3 ايه 3 باي 5 15 5 وكري 1 3 by 5 15 بلس 1 طلع لك هنا 16 والدسمين بوينت هتكون behind 1 ديجيت هيطلع لك هنا 16.5 طب كمان واحده مستر ناكد كده على المعلومه دي تعالى اهي شوف برضو شوف شوف هنعمل ايه <تصفح> ده البيس هنا اهوت والبيس الثاني هنا اهوت بس مش موجوده مستر هقولها لك اهو من ده الهايت ده بكام 1 2 3 3 وده بكام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هنعمل ايه 10 بلس 3 هيكون ايكوال 13 ديفايد 2 لازم تعمل ديفايد 2 ملتبلاي الهايت 1 2 3 4 ممكن أنت يعني تاني كده 1 2 3 دول 3 تمام يبقى 13 اوفر 2 ملتبلاي 4 وممكن على فكرة برضو طريقة تانية ان انت بتاخد ايه 10 بلس 3 13 مولبلاي الـ half بدل ما تعمل ديفايد 2، مولبلاي الـ height 1 2 3 4 فعشان نطلعها بسرعه، هاف الـ 4 بـ 2، هاف الـ 4 2، 2 مولبلاي 13 هيكون ايكوالز 26. خلصت المسألة. كمان واحدة؟ أهيت. عدي كده عدي عدي هي جامدة، أهيت برضه. أعملها إزاي يا مستر بص 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 بص، شوف ده، ال 6 الكبيرة دي، أه، بلس مين؟ كل دي ال 11 دي، ما قال لي هنا كل ده ب 11. 6 بلس 11 6 بلس 11 17 وهنا هاف ملتبلاي الهايت اللي هو ال 4 هاف ال 4 ب 2 هاف ال 4 ب 2 2 ملتبلاي 17 34 طلعت اهي علشان ما تاخدش وقت كتير في المساله كمان واحده؟ حاضر كمان واحده ماشي ماشي اهي نحلها دي ازاي؟ برضه هنعمل ايه؟ هناخد ال 11 بلس ال 15 هيطلع لك ب 26 ما تنساش ما تنساش ملتبلاي ال half ملتبلاي ال ده بقى هيكون ايكولز ال 8. هاف ال 8 ب 4 4 ملتبلاي 6 24 4 ويكرب 2 2 by 4 8 بلس بلس 2 10 104 موضوع بسيط جدا ما فيش فيه اي مشكله نرجع تاني بين المسائل بتاعتنا the area of the triangle whose base length 4.8 and its corresponding height يعني ايه corresponding height يعني الهيئة اللي واقف عليه بيكون بكام؟ 1.5 طبعا احنا عارفين ال area of the triangle بيكون equal to half multiply the base multiply the height يعني اقول له half multiply the base 4.8 multiply the height 1.5 هاف ال 4.8 هتبقى هاف ال 4 ب 2 وهاف ال 8 ب 4 نحط الديسمال بوينت بقى عندك التو 2 نمبر دول نعملهم ملتبلاي هنعمل ايه؟ بص 4 باي 5 ب 20 زيرو كان في تو بكده زي ما علمت 1 باي 2 2 تتكتب بعيد بعد كده تعمل كروس مولتيبيكيشن 1 باي 4 4 2 باي 5 ب 10 اجمع كل دول هتطلع لك هنا 16 ما تتحطش كلها 6 وكده اب 1 1 بلس 2 ايكوال 3 الديسمال بوينت هتكون بيهايند تو ديجيتس يعني هتكون 3.60 والزيرو ده بايه بنكنسله يعني هيكون الانسر هنا 3.8 3.8 ال 6 هنا بيقول لك a program of 3.6 والبيس base 0.9 فانا عايز هنا corresponding height انا عايز هنا corresponding height البروجرام اه يبقى علشان اجيب الهايت شوف بقى زي سؤال بتاعت الرمز بجيب الاريا area divide اريا base area area لان area... ده هو ده الاكبر 3.6 divided by 0.9 شوف الحته اللي جايه دي ال decimal point هنا behind one digit وهنا behind one digit كنسلوهم مع بعض كنسل ال decimal point بقيت عندك هنا 36 divided by 9 36 divided by 9 هيكون equal 4 36 divided by 9 هيكون equal 4